مرحبا جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اليوم عندي لكم فيديو مره حلو، بس قبل ما نبدا الفيديو بليز سووا لي اشتراك في القناه ودق الجرس اذا تبغون تشوفون فيديوهاتي اللي نزل. اليوم الفيديو عباره عن مسلسلات انصحكم ان تشوفون. اول مسلسل واللي هي جود جيرلز عباره عن جرائم وسرقات، واذا تحبون اشياء كذا هذا المسلسل مره حلو. في هذا الفيلم في ثلاثة حريم اسمهم آني، بث وروبي، وفي الفيلم عندهم كل واحد منهم عنده عيال ويشتغلون، بس كان صعب يلقون فلوس، وعشان كذا قالوا انه يسرقون من الدكان عشان ما عندهم فلوس. فلما سرقوا من الدكان في رجال اسمه ريو، هو كان يسوي جرائم كبيرة، واكبر جريمة كان يسوي اللي هو يزور فلوس، ويعني يسوي فلوس تقليدية. وهو عرف عن البنات وقال انه اذا ما تشتغلوا معايا اتلكوا مشاكل. المسلسل كله عن يعني كيف هذول الحريم يعيشون ويشتغلون مع هذا الرجال. والمسلسل اللي بعدها اسمه Vampire Diaries مرة حلو. هذا المسلسل عبارة عن اذا تحبون اشياء مخيفة ولا اشياء يخص مصاصين دماء، هذا المسلسل مرة حلو ويليق لكم. المسلسل عبارة عن بنت اسمها إلينا وكيف تلتقي مع ولدين اسمهم دايمين and ستيفن سالفاتور، هم أخوان، وكيف يغيرون حياتها كليا. والله صراحة ما أبغى أخرب لكم هذول المسلسلات، عشان كده أقول لكم شوية بس عنهم. المسلسل اللي بعده اسمه Stranger Things مرة حلو كمان. هذا المسلسل ما عنده عمر محدد، يعني أي كل الناس يقدروا يشوفون، وهو مرة طفولي وحلو. راح أوصف لكم هذا المسلسل بسرعة، بس هذا المسلسل عبارة عن بنت اسمها إل وعندها قوات خارقة، والدكاتر والطبيبات يعني كل الناس يبغونها عشان يسوون تجارب ويأخذون قوات الخارقة. في بداية الفيلم في دكاتر أخذوها وتعبوها، سووا لها تحاليلات وأخذوا يعني شوية من قوات الخارقة، وهي مرة ضعفت والتقت مع أولاد، ثلاثة أولاد اسمهم ويل، مايك، لوكس، وداستن. هم ساعدوها وجابوا لها فلوس وملابس وأكل. هذا المسلسل شوية مضحك شوية مخيف، في وحوش، وإذا تبغون ناس صغار في ناس صغار، فهذا المسلسل مرة حلو. نيكست عندنا مسلسل اسمه ريفيدال، يمكن سمعتوا عنها. هذا المسلسل عبارة عن عيال الثانوية. في هذا المسلسل العيال يكتشفون الغرائب اللي يصير في مدرستهم وحارتهم. المسلسل شوية مخيف، والعيال يحاولون يكتشفون الأسرار اللي صار في المكان. وهذا كان الفيديو حق اليوم. إذا عجبكم المسلسلات حطوا لي لايك، وتبوني تحت في الكومنتات الفيديوهات اللي تبون تشوفون.